الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم العاشر من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس بخيبس. ولد هذا القديس ببلدة أشمون ضناح، وكان جنديا تحت قيادة الأمير أنتيوخس، ولما سمع أنه مسيحي استحضروا ومعه الأنبا كلوغ الأسقف والأنبا فيلبس والأنبا نهروه الذي من طرسة، وسألهم الأمير عن عقيدتهم فاعترفوا بأنهم مسيحيون، عندئذ أمر بتعذيبهم عذابا أليما. أما القديس بخابس فقيدوا وأرسلوا مع آخرين إلى البرامون، فقدوا في السفينة 27 يوما بلا طعام ولا شراب، ولما وصلوا البرامون عذبوا القديس بخابس كثيرا، وأخيرا قطعوه بالسواطير فنال إكليل الشهادة. وأتى رجل من المسيحيين وأخذ جسده وكفنه وأرسله إلى بلدة أشمون بناح. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 250 ميلادية استشهد القديس مطرة في عهد البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر، وفي زمن الإمبراطور ديسيوس، وذلك أنه لما سمع القديس مرسوم الملك ديسيوس الذي يقضي بعبادة الأوثان مضى وقطع يد الصنم أبولو قطعا، وكانت مصنوعة من الذهب ووزعها على الفقراء، ثم مضى واعترف أمام الوالي بأنه هو الذي صنع ذلك، فعذبوه كثيرا وطرحوه في النار، فأنقذه ملاك الرب، ثم قطعوا يديه ورجليه بعد أن صلبوه على خشبة. وأتى رجل أعمى وأخذ من دمه ووضعه على عينيه فأبصر، وأخيرا قطعوا رأس القديس فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.